حيت انا ولدي ما بقاش راجل، واش عباد مطير لي حجر بماكينه ديال الضو، جرب فيه ماكينه ديال الضو عباد، شو ماكينه ديال الضو جربها فيه كاع، وقال يا اول واحد غنطهر من الماكينه هو ولدك هاد الحجام هذا، واش هو مطير لي حجر عباد الله، وكيحكموا لي ابتدائيه بعامين وعشرة المنيل، انا ما باغيش عشرة المنيل، باغي حقي، ونطالب من جلالة الملك، انا من جديدة، من اقليم جديدة، جي هنايا الرباط باش ناخد حقي، وانا ولدي انا ما بقاش راجل، ولدي كنقول لكم ما بقاش راجل، انا امام الناس، وامام الناس كاملين كنقول ولدي ما بقاش راجل، وكاين عندنا الحقرة في المحكمة ديال الجديدة، تا هي فيها الحقرة، واش انت الوكيل باغي تدوي معاه غير على ولدك اش طاري لي، ويقول لك سير لي نقولك، ولدي انا ما بقاش راجل، صافي ما بقاش راجل. صافي راه حسك لي حجر وما بقاش راجل، دينا لي ولدنا يدخلوا للسلاميه ولي حسك لي حجر، وراه عيب عيب بزاف، عيب من جهه الله، وانا راه كنطالب في المحسنين. انا بابا سريد الحراني كديت واحد الحجام، النهار اللي بغيت نمشي نختن ولدي عند الحجام مشى معايا واحد الدري صاحبي، انا كنخدم كورتي في الكيران، هو كيخدم شايفور ديال الكار، كيدير الدار بيد سيدي منور، مشيت عندو قلت ليه راه باغي نختن واحد الدريري، قال لي نمشي معاك، انا بالاولى عيط ليا على الطبيب، الطبيب قال لي ما نتلاقاش مع الدريري الكولونا هادي، سالي ما بغاش يختم لي داك الطبيب، طلعنا عاد واحد السيد عشوائي تو كيختن، عارفين وداك معروف ديجا عارفينو، كنختنو عندنا ولادنا وكلشي عارفينو كيختن، سالي مشينا عندو تو قال لي ما نتلاقاش مع الدريري في كولونا، واحد خينا كيقول لي ود معلم عبد القادر، قلنا ما نتلاقاش مع الدريري في كولونا، غادي هابط انا والدري صاحبي في الزنقه، هاد الحجام اللي خسر لينا الدري داير واحد البلاكه في عند الدار ديالو قدام الدار ديالو، دايز انا والدري صاحبي، قال لي شو قال لي البلاكه ديال مخاتي الاطفال، اقرا الدري البلاكه، من يقرا الدري البلاكه قال لي مخاتي الاطفال بحال تا هذا راه يختن، هي ديك شدينا النمره قوتنا عليه، خرج عندنا من الدار، خرج عندنا قلنا لي بغنختنوا واحد الدريري، الساعه اللي قلنا لي بغنختنوا واحد الدريري، قال لنا نتوما الغد رجعوا عدي الغد رجعنا عدو، الساعة اللي رجعنا عدو ختناه، الواه لينا في منطقة خرجناه، مني خرجنا طلعنا للدار، مدة 20 يوم هي كتداوي فيه غير ماما، أنا كنمشي كنترزق الله، كتداوي غير ماما، الساعة اللي دازت 20 يوم ما تصحش الدريري، قلنا كيفاش ما صحش الدريري، مني قلنا ما صحش الدريري، قالت لي موتة تعالت على مصطفى الدريري راه ما مختنش طبيعي. مني جيت قلبت ولدي جبرته ما مختنش طبيعي، سالي جبرته ما مختنش طبيعي، هودنا عاد واحد الطبيب تمايا في الحد عندنا ولاد فرج، هودنا عاد واحد الطبيب، مني هودنا عاد واحد الطبيب قالنا شكون ختن الدري، قلنا ليه الحجام الفلان الفلاني، قال لنا الدري راه خرج عليه دخينا هي هذيك، قال لنا ما غنقربش لينا خاصو عملية جراحية الدريري، دينا حنايا خويا مشينا عند رئيس الدائرة عطانا واحد الوريقة حيت كانت كولونا، عطانا واحد الوريقه مشينا بها للجديده، شدينا لافيلانس دينا ولدنا الجديده، ملي وصلنا عاد واحد الطبيب، هذاك الطبيب قال لنا ودي الدريري غادي تسوى عمليه يديرها درك، وقلنا ليه بشحال العمليه، قال لنا ودي العمليه ب 16000 ريال، واش كاينه شي عمليه ب 16000 ريال؟ ما كايناش العمليه ب 16000 ريال، وهذاك الطبيب اللي مشيت عادو تاوي الجديده، مني ساليت وخيط الدريري دار لي عمليه وخيطو، مني قلت لي عطيني التقرير ديالي باغي نمشي عند المحكمه، قال لي ودي اسير اسير الدريري راه غيرجع طبيعي ان شاء الله، صافي سير دي ولدك وسير بحالك، الطبيب تا هو كنتابعو، هذاك الطبيب اللي ما بغاش يعطيني التقرير ديالي في الجديده كيقولوا لي، مني مشيت عندو جبرت عندو واحد خيتنا من طرف هذاك الحجام خدامه معاه، قالت لي بلا ما تعطي راه ما عارف والو، بلا ما تعطي صافي، بلا ما تعطي التقرير ديال ويدي ولدو ويمشي بحالو، حيت هي ديك خيتنا اللي خدامه مع الطبيب تم، اللي خدامه مع الطبيب تما حيت هي ما عندهاش الاولاد، علاش ما بقاش، قالت الطبيب ما تعطيش التقرير ديالو، مني جيت انا قلت لي عرفتي شني، مني جيت انا قلت لي عرفتي، قلت لي عرفتي اش غدير اخويا، كتب لي واحد الوريقه باغي نمشي على الطبيب اختصاصي ديال الدراري الصغار، كتب لي الوريقه، جيت للدار البيضاء، جيت عند الطبيب قال لي 60000 ريال، درت لولدي عملية ديتو ما صدقتش،
عاوتاني ديتو رديتو عاد واحد الطبيب اخر درت لي عمليه اخرى، اربعه العمليات اللي كندير لولدي وما كيصحش، راه حاليا دابا باقي معوق. وتخيلنا ملي كنمشي للمحكمه وكنتواجد للمحكمه، الوكيل كيقول لي سير ليه وريح ولا غنصيب داك الحبس. الوكيل ديال الجديده، كاين الوكيل ديال الاستئناف، كاين الوكيل ديال الابتدائيه، واش هو مطير لي حجر عباد الله وكيحكموا لي ابتدائيه بعامين وعشرة المنيل؟ انا ما باغيش عشرة المنيل، باغي حقي. ونطالب من جلالة الملك، انا من جديدة من اقليم جديدة جاي هنايا الرباط باش ناخذ حقي، وجيت حدا الملك باش يعطيني حقي. وكنطلب منه، نطلب من اللجنة من الرباط تمشي للدوسي ديال الدري وتشوفه وتنتظر فيه. وانا ولدي انا ما بقاش راجل، ولدي كنقول لكم ما بقاش راجل، انا امام الناس وامام الناس كاملين كنقول ولدي ما بقاش راجل. ورغم ذلك اختو امو وخوتو كيقول لك حنا مشينا عند الوكيل عطينا اربعة المنايل باش يخلي لنا لولدنا غير هاد العامي. وانا دابا راني كنتواجد قدام وزارة العدل وكنقول هادشي وزارة العدل، وراني ديجا جيت هنا عند وزارة العدل ودفعت لهم الشكاية ديالي، وقالوا لي ودي راه انت كتعرض للظلم ديال القضاء. ها هي راه عندي دابا عندي الوراق ديالي حاليا، والدري مشى لي مهنة طبيب مهنة من الرباط، هذاك خينا اللي مسجون دابا طلب خبرة شرعية. من طلب خبرة شرعية مشى طبيب مهنة من الرباط داري خبرة شرعية، ها مستديمة وعطينو عامين. انا عارف واحد الجديدة ما كاينش، الحكم عندنا حنا بالجديدة، كاين حكم الفلوس صافي والدر واش كيضيع. اللي ما عدوش اللي عدو زيد زيد ود فلان، واللي ما عدوش تسوخر اللور. انا الوكيل ديال الابتدائيه كيقول لي سير ولا نصيفطك للحبس، والوكيل ديال الاستئناف تا هو كذلك ومثال، وايد الحكم ايد هذا الحكم وقال لك الحكم هو هذا. واش دري محسوك لي حجر؟ واش دري هذا باقي دري هذا؟ ها هو امام الكاميرا شوفوا كاملين، ها هو واش هذا باقي دري؟ واش حجامي حسن الروس يتصعب زغبة طويلة وزغبة قصيرة غادي يقراطي فيهم؟ راه عملية، راه ما قاريش، ما خاصوش يقرب للدراري الصغار. وانا كنطلب من جلالة الملك يعطيني حقي وحق ولدي. ورغم ذلك راه فايت فيه جا هاجم عليا هو وخوه، وحيدوا خوه من المحضر، حيدوا خوه من المحضر، حيدوا خوه من المحضر وحطوه غير هو. وجدارمية ديال الحد ولاد فرج تاهما عطوني العصا، تاهما عطوني العصا داخل باش نشكي، والدري وكاك جايبو بيتيوه مدخلو على الجوندارم، والجوندارم اللي ضربوني راني باقي عاقل عليهم حاليا. دابا حاليا عاقل على دوك الجوندارم جوج اللي كيصوتوا فيا. علاش كيقول لي تفادى هادشي تفادى هادشي تفادى هادشي ما خدامش لي؟ حيت هو عادو النفوذ ديالو، وكاينين شو النفوذ في ولاد فرج كيطعنوا الدراوش، راه معروفين في ولاد فرج كيطعنوا الدراوش بزاف، ما كيخليش الدراوش يبان لي حقه. وانا اليوم راني جيت هنا باش ناخذ حقي لولدي، حيت انا ولدي ما بقاش راجل. واش عباد الله مطير لي حجر بماكينه ديال الضو؟ جر فيه ماكينه ديال الضو عباد الله، شو ماكينه ديال الضو جربها فيه كاع، وقال لي اول واحد غنطهر من الماكينه هو ولدك هذا الحجام هذا. ورغم ذلك ماشي لي وخوه، وعندي الشهود ديالي، والله الا عندي الشهود ديالي، وكنطيب بالعصا في المحل ديالي. ومول الدار اللي كان كاري لي راه حاضر لي هو وخوه تفرشخولي، وبغينا هاد العامين باش ديالاش هاد العامين؟ ديالاش هاد العامين؟ ديالاش هاد العامين وديالاش هاد 10 المنيل؟ واش انا 10 المنيل غادا تضمن ليا حياة ولدي؟ ما غاتضمنش ليا حياة ولدي. وانا دابا حاليا ما كنرقدش، امو ما كترقدش، امو راه عندها الدواء خناشي ديال الدواء اللي تشرب الدواء. امو دابا حاليا والله القسم ما كترقد بالله. كاين عندنا حنا الحقره في ولاد فرج، وكاين عندنا الحقره في المحكمه ديال الجديده تا هي فيها الحقره. واش حتى الوكيل باغي يدوي مع غير على ولدك اش طاري لي ويقول لك سير لينا وبرك؟ قسما بالله الاخوان الا بركت فوق الدس والوكيل كيقول يسير لي. واحد الوكيل في الاستئناف جا عندي داك اللي كيخدم معاه قال يسير سير او ولدي الدوسي ديالك راه غيتحكم جنايه. ورغم ذلك مني جيت انا نجيت على نيتي ما عارفش، غوت عليا المحامي ديالي قال لي راه خلاو لي عامين ثابته. واش هو دابا الدري عاها مستديمه؟ ولدي انا ما بقاش راجل، صافي ما بقاش راجل، صافي راه حسك لي حجر وما بقاش راجل. ورغم ذلك راني طالب في استئناف ديال نقطو الابرام خلص عليه
20000 ريال، والمحامي دا فيها 20000 ريال، هي 40000 ريال، ومخلص قانوني وعدي القانون ديالي وعدي الاوراق ديالي باش كندوي، ما كندويش فولونتي ولا سايب ولا، باغي غير حقي، ما باغي حتى حاجه، باغي حقي ناخذ حقي، سوا اليوم سوا غدا، كيتخلص ولا تا كيتخلص، بالله، واش انا تصوت في البريكاد ديال الحد، راه تصوت راني تصوت، راني مصوت راني تنقول في اللي كاين، راه جدارمية راه مصوتوني ديال الحد، وكيقول لي تفرق على هادشي، تفادى الدوسي ديال ولدك، تفاداه. انا راه امام الملال كنقول في هادشي، رانا ماناش خاطري خليت على الجديده وجيت الرباط لعند سيدنا، راه جيت عند سيدنا باش يشوفني في بلادو، راه حشومه هادشي، الحقره لا يمكن ما يقبلها شي واحد، دينا لي ولدنا يدخلوا للسلاميه ولا يحسك لي حجر، وراه عيب عيب بزاف، عيب من جهه الله، وانا راه كنطالب في المحسنين وكنطالب في الناس المحسنين يعاونوني، الله يرحم لي من الوالدين، راه ولدي ما بقاش راجل، ورانا ما عديش، راه والله القسم اللي جيت مع الكار، راني جيت مع الكار غير طالبه، من ولاد فرج جيت طالب الكار باش يجيبني هنا، ورا الناس اللي جابوني راهم باقين حاليا ما تخلصوش مني، وحشومه هادشي، حشومه، ورحنا مغاربه ما حناش يهود، ورحنا مغاربه، ورانا نطالب في هذا الملف يطلع الجنايات ما كاينش، وكنطالب في النقد الابرام، والمحامي ديالي توا حاليا كيقول لي ودي راني صيفط لك هذاك الشيء النقد الابرام، وانا غادي تاهو دابا حاليا غنحد ديال الكذوب ديالو وغنمشي نقدو الابرام وغنسول على الملف ديال ولدي، من حقي ندخل نقدو الابرام ونسول على الملف، حقروني كيصوتوا فيا وكيفرشخوا فيا امام بنادم وامام شهود، وكيقول لهم ملي داز قدام المحكمه قال لهم انا ما مختنوش، هذا صدق الوكيل توا مصيفطنا تمديد. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.